السلام عليكم جميعا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم. اليوم في عندي خبر بجنن والحمد لله رب العالمين. عملنا تيست وزوجتي طلعت حامل الحمد لله، بعد تقريبا اكثر من شهر بشوي بعد ما اجت على السويد لم شمل. الحمد لله رب العالمين، هاي كلها رزقه من ربنا سبحانه وتعالى. اللي حبيت اقوله، من تقريبا 3 اسابيع عملت مقطع على اليوتيوب سميته كيف نزيد من فرصة حدوث الحمل. المقطع علمي، حكيت فيه تفاصيل أمور جدا مهمة لازم نعرفها ولازم نعملها لحتى نزيد من فرصة حدوث الحمل. في كتير ناس عيال بيكون ما عندهم مشاكل ولا أمراض ولا أي شيء، ولكن بتأخر الحمل عندهم سنة وسنتين لأسباب بسيطة، يعني لأمور علمية هن بيجهلوها. عشان هيك أنا سويت هذا المقطع، رح أحط لكم الرابط هلا، أرجع أحطه هون، كيف نزيد من فرصة حدوث الحمل. يا جماعة هاي الأمور ما عيب نحكي فيها، بالعكس هذا واجب علينا، هذا هاي أمور علمية، علمية، علم، فوت اقرأ اتعلم لحتى تقدر تعرف كيف بدك تعيش. يلي بده ولد بده يعرف الأمور العلمية، مش يلا كل أمور تكون عشوائية بحياتنا غلط. ونحن مأمورين بهذا الشيء، نحن مأمورين كمسلمين إن ناخذ بالأسباب، بعدين اعقلها وتوكل. فإذا أنت لازم تاخذ بالأسباب، أنت مأمور تاخذ بالأسباب، بعدين بتدعي رب العالمين. أنا لو بقعد بدعي 5 مليون سنة بدون ما اخذ بالأسباب العلمية بموضوع الحمل، ما راح يصير في عندي حمل. إذا ما في بويضة أو إذا ما في حيوانات منوية ما راح يكون في عندي حمل. طبعا التوفيق من رب العالمين، ولكن ما هو لازم الأمور هاي العلمية تتوفر، لازم يكون في أسباب علمية متوفرة. أنت بتعمل اللي عليك علميا وبعدين بتتركها على رب العالمين وبترميها على الله. فإذا احضروا هذا المقطع، قلت لكم اياه الرابط هون. هاي أمور علمية، من أهم شيء لازم نعمله لحتى نحن ناخذ بالأسباب هو الأمور العلمية. بنتعلم صح، بنتبع الأمور العلمية وبعدين بنقول يا رب ارزقنا. حط لكم رابط هون، إن شاء الله هيك عقبال الجميع، واللي بده اللي نفسه هيك يجي ولد ويصير أب أو تصير أم بيطبقوا هاي التعليمات، وبيكون هذا الموضوع بيتم بشكل أسرع. هذا موضوع حلو. الموضوع الثاني اللي سيء جدا ومحزن جدا ومؤلم جدا، هو في خبر شفته هون بالأخبار على السويد، في مثل تعرفوا هذا المنتج اللي مشهور جدا اللي هو حليب جوز الهند، اللي الناس تشرب منه كثير مع الحليب او مع القهوه او مع السموذي وهي الشغلات، ويمكن كمان ان اي منتج فيه جوز الهند. نحن بنشوفه موجود على الرف بالسوبر ماركت وبنشتريه وبناخده على البيت وبنستعمله، ما بنفكر هذا المنتج من وين جاي، بنفكر انه هو مثل اي منتج ثاني عمال عم بيشتغلوا فيه. الخبر المؤلم جدا انه عملوا تحقيق بالسويد ولقوا انه في شركات اللي هي تقريبا بتايلاند، اكثر شيء بتايلاند، ولكن هدفي من هذا المقطع هو هذا المنتج نحن نقاطعه كليا من اي شركه كان، لحتى هاي الشركات تحس، لانه انا صرت اشك بكل الشركات يعني بهذا الموضوع، لحتى شركات تحس انه الناس عم تراقب وانه الناس في وعي فهماني ورافضه تماما يلي عم بيصير اليوم. لازم تقاطعوه كليا لهذا المنتج، وحتى اي منتج دخلوا بجوز الهند، لحتى هاي الشركات تتربى، لانه فعلا في شركات اولاد حرام، كلاب فلوس، عبيد للدرهم، وما عندهم ذره اخلاق. اللي عم بيصير يا جماعه انه بتايلاند واكيد دول تانية عم بيتم توظيف قرود المونكيز، الحيوانات يعني، بيوظفوهم بيشغلوهم بالقوه بالسخره لحتى يطلعوا يقطفوا جوز الهند من الشجر بالقوه باعداد مش طبيعيه، اعداد ضخمه من جوز الهند. كل قرد يا حرام بده يطلع يقطف، بيضربوه بيعذبوه، بيخلعوا له اسنانه، بيمنعوه من اللعب، بيمنعوه من التزاوج. يعني اذا بتشوف الصور، انا لهلا ما يعني قاعد عم بتخيل، كل واحد هيك فيكم يقعد يتخيل المنظر، شركات ماخذه حقول كبيره فيها جوز الهند اشجار بالملايين يمكن، وكبين هالقرود، وبيطلع غصب عنه بده يطلع يقطف، بيضربوه، ما بعرف شو بيسووا فيه، بيخلعوا له اسنانه، في قرود كتير بلا اسنان. فالشركه جدا اتضايقت هون بالسويد وقاطعوا هاي المنتجات ومنعوا استيرادها من تايلاند. هذا الشيء اكيد عم يصير بكتير من الدول وبكتير منتجات، مش بس مع القرود يعني، ولكن حبيت احكي عن هذا المقطع انه جدا موضوع مؤلم. اقعدوا تخيلوا يعني هاي القرود لدرجة بيقول لك انه بط، يعني القرد بالنهاية حيوان ما بيقدر يدافع عن نفسه،
بصير معهم حالات كريزة، بكرزوا، بصير كريزة، بصير في هستيريا، بقول لك بصير القرد يبطل يجمع، بصير عنده اضطرابات نفسية وبالأعصاب، شيء ممكن. فدعوا إلى الجميع قاطعوا هاي المنتجات جوز الهند، خاصة حليب جوز الهند وخاصة من تايلاند. الشيء اللي بقوله انا انه الموضوع هذا مش ثانوي على فكره، ما تفكروا انه هذا الشيء ثانوي او هو مجرد انه والله انا يلا اخلاقيات، بالعكس انت مامور فيه، خاصه كانسان مسلم انت مامور، انت الانسان، انت المخلوق الاول بهاي الارض، واذا بتعرف بهذا الشيء وما بتقاطع وبتضلك مستمر، حتى فيكم تكتبوا ايميل لهي الشركات انه احنا ما بقى نشتري منكم بالمره ومقاطعه. انت بنستغرب ليش ما في بركه بحياتنا، وليش ما في توفيق بحياتنا، وليش عم بتصيبنا الاوجاع وامراض بالمعده وامراض تانية، هذا كله بهذا السبب. الحيوان انت مسؤول عنه. كلنا بنعرف قصه سيدنا عمر بن الخطاب لما شاف رجل متقل على الحصان تبعه وعلى الجمل تبعه، كيف وبخه وضربه. قال له هذا انت انا مسؤول عنه يوم القيامه. انتبهوا. وهي شغله حلوه انا بحبها باوروبا، رغم انه في عندهم سيئات كثير، ولكن معاملتهم للحيوان بتجنن، وللمريض صراحة. ليس على المريض حرج بالقرآن الكريم، ولكن مطبقة بأوروبا. المريض هون له حقوق مش طبيعية، وبيعفوه من كتير شغلات، وبيعطوه معاش، وبيعطوه. هاي من أسباب نجاح الأمم، المريض والحيوان والإنسان طبعا يعني، ولكن المريض والحيوان له حقوق كتير كبير، والإنسان اللي عنده إعاقات أو ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الشيء يمكن من أسباب استمرار النجاح أوروبا، وكيف ربنا موفقهم رغم انه هن ما عندهم دين، او انه دينهم غير الاسلام، معظمهم يمكن ملحدين حاليا، ولكن هذا من اسباب توفيق رب العالمين، انه في سنن كونيه بالارض اللي هي العدل والرحمه بالضعيف والرحمه بالمريض والرحمه بالحيوان. قاطعوا هاي المنتجات، ما تسكتوا ابدا، وانت مامور بهذا الشيء، والانسان اللي بيعرف هذا هاي الامور وما بيقاطع ما راح يتوفى بحياته، ما راح يكون في بركه بحياته، وما راح راح بس ياكل من هاي المنتجات راح يصير في عنده امراض واوجاع ومشاكل كثير كبيره. ديروا بالكم. انا والله بالنسبه لي قاطعتها، كنت اشرب منه هذا الجوز الهند الحليب مع القهوه احيانا، قاطعته كليا وما بدي اياه. ديروا بالكم حالكم، بشوفكم ان شاء الله المقطع الجاي. كان معكم خالد، والسلام عليكم.